السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله، هذه فرصتنا الذهبية للتوبة وبدء صفحة جديدة مع ربنا في هذا الشهر المبارك شهر رجب، أحد الأشهر الحرم المباركة العظيمة. إذن لا تضيعوا هذه الفرصة الثمينة واغتنموا شهر رجب بالأعمال الصالحة والتوبة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا الفيديو سنتطرق إلى أهم الأعمال في شهر رجب، فتابعوا معنا الفيديو للنهاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، ها قد أطل علينا شهر الزرع مفتاح أبواب الخير كلها، فلعل أحد أكبر أسباب فتور الكثير في رمضان سببه التفريط في شهر رجب، الشهر الذي يعقبه شهر السقاية كما قال السلف شهر شعبان. فإذا أحسننا الزرع في رجب وسقيناه في شعبان حصدنا ذلك في رمضان لا محالة. ولنا في الصحابة الكرام قدوة، فقد كانوا يستعدون بأشهر عديدة قبل رمضان. أخواتي الحبيبات، تعالينا نتجهز لشهر رمضان من الآن، ندرب أنفسنا وقلوبنا وجوارحنا على كل عمل يقربنا من ربنا حتى نستقبل رمضان وقد ألفنا طاعته وتعودنا عليها ورقت قلوبنا وازددنا قربا من الله تبارك وتعالى. وإليكم أهم الأعمال وأفضلها التي يمكننا القيام بها في شهر رجب. أولا تلاوة القرآن، اقرأوا كل يوم صفحتين أو أربع أو خمس أو عشر أو أكثر حسب استطاعتكم حتى تستطيعوا ختمه في رمضان إن شاء الله، ويوما بعد يوم ستتسلل لذة تلاوة القرآن إلى قلوبكم، ويعتاد بصركم حروف القرآن المباركة، ويعتاد جسدكم تلك الجلسة الجميلة لتلاوة كلام الله جل جلاله، فتجدون أنفسكم ارتبطتم بارتباطا روحيا عجيبا، فأنى لكم أن تتركه بعد هذا كله. ولا تنسوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ستجمعون رصيدا عظيما من الحسنات تستقبلون به شهر رمضان شهر القرآن، فتزيدون بإذن الله خيرا على خير، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علي وعليكم. ثانيا، التوبة من كل ذنب وتطهير القلب. نعم أخواتي الغاليات، هذه فرصتنا حتى نتوب إلى الله من أي ذنب كان مهما استصغرناه. نظفوا قلوبكم وطهروها من كبائر الذنوب ومن صغائرها، واعلموا أنها دنيا زائلة، لا ندري أندرك شهر رمضان أم لا. فاعفوا واصفحوا وصلوا أرحامكم ولا تقطعوا، امتنعوا عن كل جدال يعكر صفو علاقاتكم، واجتنبوا محرقة الحسنات الغيبة والنميمة، فلا تجعلوها حديثكم أخواتي، وجاهدوا أنفسكم فيها ما استطعتم، فهي والله شر عظيم. ولا تنسوا قول الله تبارك وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بهذه الأمور بإذن الله تسلم صدوركم ويرتاح بالكم وتسعد قلوبكم وتقبلون على ربكم في رمضان، وقد تغيرتم للأفضل بإذن الله بقلوب صافية لا تشوبها شائبة، وما ذلك على الله بعزيز. ثالثا، قيام الليل. وهنا سندرب أنفسنا على قيام الليل في شهر رجب بإذن الله، فإذا كان هناك تباعد بين عدد مرات قيامنا لليل فهذه فرصتنا حتى نعود أنفسنا عليه استعدادا لشهر القيام شهر رمضان المبارك. فنبدأ بركعة واحدة بعد صلاة العشاء، ثم نزيد تدريجيا إلى ثلاثة، ثم خمسة، ثم سبعة، ثم تسعة، إلى أن نصل إلى 11 ركعة. وللإشارة، يمكن التدرب على قيام الليل بسورة البقرة في هذا الشهر بإذن الله تبارك وتعالى، فنقرأ ما تيسر منها في ركعة واحدة، ثم نزيد إلى أن نصل إلى إكمالها في أكثر من ركعة إن أردنا ذلك. إذن فشمروا أحبتي، واجتهدوا في هذه المواسم المباركة العظيمة، مواسم الطاعات والخيرات، واستعدوا لشهر الخير شهر رمضان، اطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يبلغكم إياه. اللهم بلغنا رمضان يا كريم. رابعا، الصيام.
نعلم أنه لا توجد أحاديث صحيحة حول الصيام في رجب، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم واترك. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فهي أفضل الشهور في السنة، ورمضان أفضلها على الإطلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذن يا غاليات، نصوم ما استطعنا في هذا الشهر كأن نصوم 2 وخميس، وهذا تدريب للجوارح استقبالا لشهر الطاعة بإذن الله، شهر رمضان، فشد الهمة. خامسا، الدعاء. لا تحرموا أنفسكم أحبتي، وقولوا: يا رب ارفعوا أيديكم لخالقكم في جميع أموركم، واطلبوه الإعانة على طاعته وقربه، اطلبوه محبته، فإنه إذا أحبكم جل في علاه كفيتم ووفيتم. اطلبوا منه أن يعينكم على التوبة والرجوع إليه، وأن يهديكم وذرياتكم للطريق المستقيم الذي لا عوج بعده بإذن الله ولا ضلال. واطلبوه أن يبلغكم رمضان، وهذا لعمري أمر عظيم إن بلغكم إياه. سادسا، كثرة الذكر. كثرة الذكر دائما عظيمة مباركة، بها ترق القلوب وتهوي الأفئدة إلى طاعة الله وقربه، بها تستجلب الخيرات، بها تعيشون في عالم جميل خاص بكم، عالم نقي فيه تسمو أرواحكم، فلا يعلم ما أنتم به إلا من ذاق. ولعل أعظم وقت للاجتهاد في ذلك مواسم الطاعات، ومنها هذا الشهر العظيم، شهر الزرع، شهر رجب، حتى نكون أقرب إلى الله أكثر من أي وقت آخر. ولا تنسوا قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانك ربي، ما أقربك وما أكرمك وما أحنك وما أرحمك. سبحانك ربي، ما عبدناك حق عبادتك. إذن أحبتي، جدوا واجتهدوا وشمروا، أروا الله من أنفسكم خيرا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نسأل الله تبارك وتعالى القبول والإخلاص في القول والعمل. انضموا معنا إلى هذا الركب المبارك، وانشروا الخير أحبتي، وزاحموا أهل الباطل، فالدال على الخير كفاعله، ولا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.